سلام حتى القدس، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حتى القدس، ونتعرف معا على عناوين فقراتنا. في فلسطين قضية خلط الأوراق وتحولات الساحة العالمية أمام إسرائيل مع أزمتها الداخلية وتصاعد المقاومة الفلسطينية، الانعكاسات والمتغيرات. على طريق القدس، الأسرى في معركة مفتوحة من الاستنفار العام والعصيان إلى الإضراب عن الطعام مع بداية شهر رمضان المبارك. في فلسطين هويتي، المراعي الفلسطينية لا تستم من سطوة الاحتلال، وحتى الحرية قيصر انفعت. الأزمة الداخلية في إسرائيل تتعمق مع الوقت لتعكس الشرخ العميق بين المكونات السياسية والمجتمعية، فتكبر التحديات أمام نتنياهو وحكومته. وفتح هذا التمزق الباب أمام العالم ليرى حجم الفاشية المتجذرة داخل الكيان. فشل إسرائيلي على وقع تحولات عالمية ومتغيرات إقليمية تركت أصداء واسعة تشير إلى الفشل الإسرائيلي بعد الاتفاق السعودي الإيراني وتداعياته السلبية على قطار التطبيع والتحالف الدولي الإسرائيلي ضد إيران. إذن خلط الأوراق وتحولات الساحة العالمية أمام إسرائيل مع أزمتها الداخلية وتصاعد المقاومة الفلسطينية هي قضيتنا التي نطرحها على ضيفينا. مع الدكتور محمد السعيد إدريس، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، معنا من الإسكندرية. ونرحب بالدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس، معنا من رام الله. أهلا بكما ضيفينا العزيزين في برنامج حتى القدس. سأبدأ معك دكتور أحمد رفيق عوض، ما هو التوصيف الدقيق للحالة والأزمة الداخلية الإسرائيلية؟ واليوم تصدرت يعني وسائل الإعلام الإسرائيلية فشل المبادرة للرئيس الإسرائيلي بحلها ورفض حكومة نتنياهو لأي طرح. تحياتي. أهلا بك. التوصيف ربما الدقيق لما يجري في إسرائيل هو أنه هذه الحكومة الفاشية اللي هي ورثت كل عدوانية وفاشية الحكومات السابقة بوقاحتها ووضوحها الشديد، هي تحاول أن تغير شكل المجتمع الإسرائيلي وشكل النظام السياسي من خلال القيام بما يلي: أولا تشريعات تشرع الفساد والفاسدين، وتحول إسرائيل من نظام كان يدعي الشفافية والحكم والحوكمة القوية إلى دولة فساد، وبالتالي هو يشرع الفساد والفاسدين ويريد أن يضع الفاسدين أن يحكموا هذا النظام. هذا من جهة. من جهة ثانية هم أيضا يشرعنوا للديكتاتورية، بمعنى أنه يريدوا أن يخلطوا الأوراق، أنه السلطة التنفيذية تتغول أو تسيطر على السلطات المختلفة، وبالتالي عمليا يريدوا أن يحولوا أنفسهم هذه الحكومة بالذات إلى ديكتاتوريين تماما. والصحافة الإسرائيلية تصرخ طيلة الوقت أنه هم يريدون أن يجعلوننا أنظمة ديكتاتورية. النقطة الثالثة والمهمة هو الاستيطان، هم يريدون أن يشرعنوا الاستيطان، بمعنى أن يجعلوا الاحتلال هو احتلال دائم ومستمر دون مساءلة وبقرار من الكنيسة، أنه هذا الاستيطان هو جزء أساسي وعميق من الرؤية اللاهوتية والاستعمارية لهؤلاء الناس. وبالتالي هذه الحكومة بالذات أيضا باختصار شديد تريد أن تغير النظام السياسي بحيث أنه يمسكوا على عنقه، ويريد أن يغيروا الشكل النظام للمجتمعي أيضا من أجل أن يحولوا من علماني بين قوسين إلى توراتي حاخامي. عمليا هم هذه الحكومة الفاشية بالذات تريد أن تعيد الزمن إلى الوراء، تريد أنه التوراة تحكم، الحاخامية تحكم، التشدد يحكم، وبالتالي نحن أمام إسرائيل عدوانية تماما. ما يجري هو الآن من هذا الاعتراض أو الحكومة والمعترضين هم عمليا صهاينة، ولكن هم بيختلفوا على أو متصارعين على شكل الحكومة، على امتيازات، على الحماية الشخصية وهكذا. انسداد الأفق في الداخل الإسرائيلي دكتور محمد السعيد إدريس، ما انعكاساته المباشرة على خيارات هذه الحكومة، سيما بعد الحادث الأمني على الحدود بالأمس وادعاء كذلك الأجهزة الأمنية والعسكرية بهذا الحادث الأمني على الحدود مع لبنان؟ هل يمكن أن تذهب إلى خيار أمني وعسكري وبتسخين إحدى الساحات ومنها مع لبنان أو حتى مع الفلسطينيين إن كان في الضفة وغزة؟ تحياتي لكم ولكل شعبنا الفلسطيني الصامت ولزميلنا في الحلقة دكتور أحمد. أعتقد أن الارتباك الشديد الحادث الآن داخل الكيان الصهيوني
يمكن أن نرتب أمرين. الأمر الأول حدوث مواجهة عسكرية مع لبنان أو تفجير الأزمة مع طرف غزة. الأمر الثاني أن بيضع الدول التي اتجهت إلى تطبيع العلاقات مع هذا الكيان في مأزق شديد، لأن بتتكشف أنها أمام شعوبها أنها تتعاون مع حكم فاشي، حكم نازي بكل معنى الكلمة، حكم نازي. فبيحدث نوع من التطور أو الخطورة على العلاقات السياسية الجديدة التي رتبتها حكومة نتنياهو السابقة في علاقات مع الدول العربية. فمشروع السلام الزائف مهدد بالانهيار، الحرب أصبحت يعني أحد الخيارات الوشيكة للخروج من الأزمة، بل إن هناك تحليلات تؤكد أن نتنياهو في سبيل الخروج من الأزمة الداخلية ربما يلجأ إلى تفجير الأزمة خارجيا لكي يهرب من ضغوط داخلية وضغوط خارجية فيما يتعلق بتقليص أدوار مستشار الأمن وزير الأمن القومي وبتسئيل كمان وعلاقاته مع القطاع المتطرف التوراتي داخل الحكومة الإسرائيلية. إسرائيل الآن يعني تواجه الحقائق التي لم تكن تخطر لها على بال حتى أن بدأ المشروع الإسرائيلي بكتابات إسرائيلية مفهوم الزوال بين مزدوجين، بدأ يطرح نفسه هل هذه هي نهاية إسرائيل أن تتفجر من الداخل؟ الرئيس الإسرائيلي بيهدد بخطر حرب أهلية داخل إسرائيل. الكلام أصبح أنا يعني ما نفاه نتنياهو منذ فترة فيما يتعلق بحكاية خيار الحرب الأهلية، أنا أكد أن هذا لا يمكن أن يحدث، لا أصبح ممكنا، والرئيس الإسرائيلي بيتحدث عن مثل هذا الخيار الآن. وهنا أعود إليك دكتور أحمد رفيق عوض، هل توافق ممكن أن يذهب نتنياهو إلى تصدير هذه الأزمة؟ أي ساحات يمكن أن تنفجر يعني وانعكاسه كذلك على التصعيد ضد الفلسطينيين؟ هل نتحدث عن انفجار الساحة في الضفة تجاه قطاع غزة أم حتى على الحدود الشمالية ولبنان؟ مع احترامي لما قاله الدكتور محمد اتفق معه طبعا في معظم ما قال، ولكن اعتقد انه اسرائيل ليست في وارد ان تفتح حروب غير واثقه منها، بمعنى هي تريد حربا او معركه قصيره تحقق فيها انتصارات، هذا اولا، بمعنى انه تذهب الى الجبهه الاضعف اللي هي الفلسطينيين، هذا اولا. ثانيا هذه الحكومه المتطرفه الفاشيه هي ليست مسالتها مساله الحروب مع الاطراف في الاقليم طبعا ما عدا ايران، ولكن هي مشغوله بالضفه الغربيه المحتله، بمعنى انه هذه الحكومه على الاقل اللي هي حكومه ذات الالف راس هي تريد الضفه الغربيه عمليا. المساله الاخرى هي ايضا حرب داخليه، بمعنى تريد ان تغير المجتمع. هؤلاء الناس باختصار شديد، هؤلاء الوزراء الجدد بهذه العقليات الجديده هم عمليا هم بدون حكمه على فكره ومتسرعين ومش رجال دوله، وبالتالي هم يريدون بسرعه انه يغيروا المجتمع الاسرائيلي، لذلك معركتهم معركه في الضفه الغربيه المحتله، معركتهم في الداخل ما لا يرغبون وربما يخشون جدا انهم يفتحوا معارك اضخم منهم، خاصه انه المؤسسه العسكريه والمنظومه الامنيه الاسرائيليه لن تساعدهم على فكره. اكثر من ذلك الدوله العميقه في اسرائيل لا تسلم نفسها لهؤلاء، اذا بدك الشرقيين، اذا بدك اللي ما لهمش خبره، اذا بدك اللي الايديولوجيين، اذا بدك اللي ممكن يخربوا علاقتهم بالعالم بالمجتمع الغربي اللي يدعمهم. لهذا السبب المساله معقده جدا، لا يستطيعون برايي لا يستطيعون اتخاذ قرار استراتيجي بحرب، حتى ما يعني كل ما يفعلوه ضد ايران طبعا تهاوى كثيرا وتفكك كل ما كانوا يسعون اليه، ولكن ايضا ايران لا يستطيعون مواجهتها على الاقل الان لأسباب مختلفة وقد نتحدث عنها، ولكن برأيي معركتهم في الضفة الغربية المحتلة القدس ومعركتهم أيضا في الداخل الأمر الذي يجعل من فتح حروب أخرى لا، ما لا أعتقد ذلك، خاصة كما قلت أنه المنظومة الأمنية لن تساعدهم في ذلك. طيب وسأفصل، يمكن أشرت نقطة مهمة إلى علاقتهم مع حلفائهم الغربيين مع الولايات المتحدة وكذلك مع الأوروبيين مع إلغاء زيارة نتنياهو تحديدا إلى فرنسا وكذلك ألمانيا، ولكن أشرنا إلى التغير
التغيرات الإقليمية. دكتور محمد السعيد إدريس، ما يحدث الآن من تغيرات يعني بالخارطة الإقليمية وكذلك الدولية، وأنطلق من التقارب الإيراني السعودي الذي رعته الصين، هل تبخر حلم إسرائيل بتشكيل هذا التحالف الدولي العربي المعادي لإيران؟ وأين بات مسار وقطار التطبيع، سيما كان في إصرار لدى نتنياهو بأنه سيطبع مع المملكة العربية السعودية؟ يعني اولا خلينا ننظر الى التطور الحديث للعلاقات السعوديه الايرانيه بمفهوم دقيق شويه. الوسيط هو الصين. الصين وسيط في هذا التقارب الايراني السعودي. والصين لها علاقات قويه مع اسرائيل، عشان نكون دقيقين، الصين لها علاقات قويه مع اسرائيل ولها وجود يعني لوجستي كبير في ميناء حيفا على سبيل المثال يعني. ولن تكون اسرائيل، لن تكون الصين عائق في تقارب سعودي اسرائيلي. ولكن التقارب هو ليس تقارب بمعنى نافع بين السعوديه وبين ايران، هتكون في مساله من غايه الاهميه، وهي ما يحدث على منذ سنوات، ربما من 2006 من العدوان الاسرائيلي من شيطانه لايران، وان ايران هي العدو الاستراتيجي في الشرق الاوسط، وان اسرائيل لم تعد عدوا استراتيجيا للدول العربيه. مساله شيطانه ايران تتخف حدتها بدرجه كبيره، وستجد اسرائيل نفسها تعود مره اخرى، هي ما زالت العدو الاستراتيجي للامه العربيه، ولكن بتأكد باليقين ان ليست ايران هي العدو. وهذا تحول مهم جدا في مستوى العلاقات والتحديات التي تواجه الكيان الاحتلال، بمعنى ان مشروع السلام بيتراجع، ان دخول الصين، وده تطور مهم كموازن للدور الامريكي في الاقليم الشرق الاوسط كوسيط في العلاقات البينيه بين الدول الاقليميه وبعضها البعض، بيحد من سطوة الدور الأمريكي، وبالتالي بيجعل الكيان الإسرائيلي يعني في مأزق إلى حد ما، أنه لم يعد في مقدوره أن يتحرك كما كان، لم يعد في مقدوره أن يفعل ما يريد أن يفعله. هناك تطورات مختلفة، ربما هذه التطورات تصل إلى مستوى إعادة الاعتبار إلى سوريا والعلاقات العربية السورية، وأن تعود سوريا مجددا إلى جماعة الدول العربية. هناك يعني حراك كبير فيما يتعلق بالملف السوري، وهناك حراك كبير فيما يتعلق بالملف السوري التركي. هناك لقاءات واجتماعات تحصل رباعية بين روسيا وبين إيران وتركيا وسوريا. هذا الملف يعني تحريك الملف السوري يعني يؤدي إلى إغلاق الجبهة السورية أمام كيان الاحتلال العربدة الإسرائيلية، وهذا تطور آخر مهم. وبالتالي ستجد إسرائيل نفسها أمام مأزق محاصر وجودها، أنها كيان نازي، كيان فاسد، كيان يتدافع تماما مع كل ادعاءاتها أنها دولة ديمقراطية في واحة غير ديمقراطية في الشرق الأوسط، وستواجه الحقيقة. وأن كما ذكرت أن الحقيقة هم يعرفونها، وهم يتحدثون عن خيار الزوال، أن هذا العقد الثامن من عمر الكيان، وأنه لن يكتمل إلا بزوال هذا الكيان. حالة الارتباك الداخلي، العراك الداخلي الداخلي، التراجع العدائية الخارجية لكيان الاحتلال، بدأ يظهر العداء الداخلي أو الصراع الداخلي الإسرائيلي الإسرائيلي. وفي نفس الوقت العدوانية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني بدأت تهدد الآن انتفاضة ثالثة للشعب الفلسطيني ضد كيان الاحتلال، وهم يخشون مسألة الانتفاضة الثالثة. واليوم ربما يحدث اجتماع يشارك فيه الطرف الفلسطيني هدفه الحيلولة دون تفجر انتفاضة ثالثة. سأتحدث معك دكتور محمد حول يعني شرم الشيخ، وبعد فشل اجتماع العقبة بماذا يمكن أن يخرج شرم الشيخ، ولكن بالنقطة السابقة التي أثرتها قبل قليل تحديدا في ظل هذه التحولات والتغيرات،
أنتقل إليك دكتور أحمد، هل بالفعل إسرائيل هي اليوم محاصرة؟ أتحدث بالتغيرات الإقليمية وكذلك الدولية، يعني الأوساط الإسرائيلية وصفت ما جرى من تقارب إيراني سعودي بالضربة الدبلوماسية لنتنياهو ولتل أبيب، فهل إسرائيل يمكن القول هي الخاسر الأكبر من كل هذه التسويات التي تجري؟ بالتأكيد أنا أتفق مع ذلك تماما، بمعنى أنه المصالحة والاتفاق الإيراني السعودي عمليا حد من النفوذ الإسرائيلي ومن سرعة الاندماج في المنطقة، وبالتالي عمليا هناك كثير من الدول الآن تنتظر وتتوجس ولا ترغب بالذهاب إلى الحفظ الإسرائيلي. وأنا برأيي أنه برأيي المتواضع بعد 2011 عمليا النظام العربي كله تقريبا أصبح متشابه، يعني فيش فروق أيديولوجية ولا وحتى طبقية، وبالتالي برأيي أنه من كل هذا الدمار والخراب والارتباك والاضطراب الداخلي العربي، ما أنا برأيي أنه قد يظهر هناك قطب خاصة على خلفية الحرب الإيرانية الأوكرانية للروسية، القطب العربي الإسلامي قد يظهر في المنطقة كنتيجة طبيعية لتعدد الأقطاب في العالم. إسرائيل تتراجع عمليا في العالم كله على فكرة، أهميتها وموقعها وخدماتها كله يتراجع على خلفية الحرب الأوكرانية الروسية. العالم الغربي الذي أقام إسرائيل يكتشف أنه هناك يعني جبهات أخرى تستدعي منه التوحد والمثابرة والمواجهة والصبر. أعتقد أنه عندما ينجلي غبار المعركة الحرب في أوكرانيا وروسيا، أعتقد أنه إسرائيل ستواجه أسئلة كثيرة جدا. وبالمناسبة دور إسرائيل يتراجع في إفريقيا، يتراجع في العالم العربي الآن بعد هذه المصالحة، سيكون هناك سد كبير حقيقة من الهرولة نحو إسرائيل، باعتبار أنه العالم العربي لا يحتاج إسرائيل أصلا، لا بالمال ولا بالتكنولوجيا ولا بالموارد ولا بشيء. هذا ما دفع الإمارات إلى تجميد صفقة أسلحة مع إسرائيل، يعني كل هذه التطورات، يعني وهذا ما ذكره الإعلام الإسرائيلي دكتور أحمد. تماما، مش بس الإمارات على فكرة، حتى الدول التي كانت مرشحة على أنها تقوم بعمليات تطبيع، حتى الدول الأخرى يعني كانت مطبعة أيضا استلهاما للخطوة السعودية، طلبت حوار مع إيران. وأعتقد إذا مش غلطان الشمخاني هو الآن في الإمارات أو سيزور الإمارات، صحيح. بالتالي هناك تغيرات عميقة حقيقة. بالتالي أنا برأيي أنه الدور الإسرائيلي، الوهم الإسرائيلي في المنطقة أن تكون قائدة وحامية للمنطقة، أعتقد أنه هذه المصالحة أسقطت هذا الأمر تماما. نعم. وهنا أعود إليك دكتور محمد السعيد إدريس، إذا اجتماع العقبة فشل بالمخرجات والبنود التي خرج بها، شرم الشيخ ماذا سيقدم بالنسبة للأطراف المشاركة؟ وفي كثير تساؤلات بالنسبة لمشاركة السلطة الفلسطينية، هل يمكن هذا الاجتماع أن يخمد زخم المقاومة والانتفاضة الحاصلة في الضفة؟ يعني أولا يعني واضح أن هدف مؤتمر شرم الشيخ المنعقد أو سينعقد اليوم هو منع حدوث مواجهات عنيفة داخل الأراضي المحتلة في شهر رمضان المبارك، لأن استطلاعات الرأي بتقول أن احتمال أن القوى المتطرفة اليمنية بحد القوة اليهودية بالذات يخوض عمليات إبادة في قرى فلسطينية بالتحديد، وهذا يسجل المواجهة والمقاومة الفلسطينية، وبالتالي إمكانية أن تحدث انتفاضة ثالثة بثت وشيكة. الأطراف الإقليمية وليس فقط إسرائيل، الأطراف الإقليمية أيضا وللأسف العربية أيضا لا تود حدوث تلك الانتفاضة، لأن الانتفاضة بيضع الدول العربية وبالذات دول الزوار العربية أو ما كان يسمى بدول الأرتوق العربية في السنوات الماضية في مأزق كبير، لأن يعني الشعب الفلسطيني يباد وهي لا تتحرك، والتهدئة تخدم الجميع من وجهة نظرهم، ولذلك الهدف هو التهدئة. ولكن مسألة التهدئة ليست في يد الطرف العربي ولا في يد الطرف الفلسطيني، التهدئة في يد الطرف الإسرائيلي. هناك طرف إسرائيلي محدد يعني يحاول أن يدفع بالمواجهة اللي أشدها، إبادة قرى عربية كاملة، توسيع الاستيطان، تنفيذ محتويات أو مضامين
قانون القوميه اليهودي ان الارض من النهر الى البحر هي ارض يهوديه، وانه ليست هناك قوه احتلال، وان اسرائيل ليست دوله احتلال، وبالتالي لا تخضع للقانون الدولي فيما يتعلق بمسؤوليتها تجاه شعب الدوله المحتله. هي بتحرر نفسها من كل هذه الامور، او هؤلاء يحررون نفسهم من كل هذه القيود، وعندهم تصور انهم يعني هذا هو وقت اقامه اسرائيل الكبرى، او اللي هي مرحلتها الاولى اسرائيل اليهوديه من النهر الى البحر. دكتور اذا احمد، كان هذا هو، نعم، اعتقد ان اي وساطات عربيه وحتى وجود الشريك الامريكي في هذا اللقاء لن يؤدي الى نتائج ملموسه. وهنا دكتور أحمد، يعني إلى أين وصلت يمكن القول العلاقة بالنسبة لإسرائيل مع الحلفاء الغربيين، ومن أي منطلقات شاركت السلطة الفلسطينية بلقاء شرم الشيخ برأيكم، سيما أنه في معادلة رسمتها المقاومة الفلسطينية أنه بعد كل عملية إسرائيلية وتصعيد إسرائيلي في ترسم المقاومة معادلة وعملية أخرى، وهذا ما ثبت بعمليتي حوارة وتل أبيب، وفي تبني لحركة حماس يعني أيضا لهاتين العمليتين، ما تأثير ذلك؟ يعني بعرف ثلاث أسئلة بسؤال واحد دكتور أحمد، بس يمكن أنت قادر على الاختصار والإضاءة. لا ولا يهمك، ولا يهمك. شوفي سيدتي، أنا برأيي أنه إسرائيل فشلت كليا فيما تسميه كسر الأمواج. المقاومة الفلسطينية استطاعت أن ليس فقط أن تستمر، وإنما تنتشر أفقيا وعموديا، والآن في مدن كثيرة وقرى كثيرة فلسطينية هناك تشكيلات مسلحة مختلفة، ووضعت معادلة، على فكرة معادلة، وهذا جميل على فكرة، وضعت معادلة مع إسرائيل أنه في أي لحظة في عدوان في الفلسطينيين قادرون على الرد بغض النظر وين وكيف وليش. هذا أولا. وبالتالي إسرائيل عمليا في الضفة الغربية المحتلة بالذات فقدت القدرة على السيطرة، وعلى فكرة حتى خطتها السياسية فشلت أيضا فيها، وبالتالي هناك فشل أمني وسياسي. المسألة هنا أنه المقاومة الفلسطينية هذه عمليا فرضت وقائع على مش بس الإقليم، واللي قاله الدكتور محمد صحيح على فكرة، بمعنى أنه الكل لا يريد انتفاضة بالمناسبة، لأنه المنطقة كلها زي الأوان المستطرقة، ما يحدث في الضفة الغربية في فلسطين يحدث في أماكن أخرى. المسألة الأخرى أنه إسرائيل برؤوسها المتعددة عمليا لا أسقطت فكرة الحل السياسي أو الكلام السياسي، هذا الأمر أزعج أوروبا كثيرا وأمريكا، والآن نسمع مواقف لافتة من الإدارة الأمريكية وأوروبا ضد إسرائيل، على فكرة ضد السياسة الإسرائيلية، أقصد مش ضد إسرائيل، ضد السياسة الإسرائيلية بنتقدها. وسمعنا جوزيف بوريل في الاتحاد الأوروبي ماذا قال يوم أمس، كانت خطابه حقيقة شديد وجديد أيضا، أيضا تصريحات أوروبية أمريكية لافتة، هناك محاصرة للحكومة الإسرائيلية، محاصرة حتى لزعيم رئيس وزراء اللي هو نتنياهو، فضلا عن سموتريتش وبن غفير الذين يتهمان الآن عمليا وفي الصحافة الأوروبية والأمريكية بأنهما فاشيين. بالتالي نحن في مرحلة أفضل، حقيقة في مرحلة أفضل. شرم الشيخ قد لا يؤدي لنتائج، لأنه إسرائيل كما قلت لك فيها رأيين كبيرين، رأي يدعو إلى الاحتواء والهدوء والتهدئة، وهو خط يعني يتعرض لكثير من الاختطاف، وأيضا الخط الثاني اللي بيقوده سموتريتش صحيح دعوا وطارت تماما قبل ان يخرجوا من العقبه، كانت هذه النتائج منتهيه. التيار الثاني اللي هو بيقود الحكومه، هذا عمليا مسيطر حتى على نتنياهو اللي المهدد بمستقبله الشخصي. لهذا السبب نحن امام حكومه نزقه، عصبيه، متوتره، بدون راس، وايضا عقائديه جدا، وبالتالي لا تحترم مع تعهداتها. وبالمناسبه في شرم الشيخ ولا واحد من الذين يشاركون هو قادر على تقديم شيء للفلسطينيين، الفلسطينيين إذا تحدث فقط عن الأمن. لا يمكن تهدئة الأوضاع في الضفة الغربية دون أن يكون هناك أفق سياسي حقيقي ملموس للفلسطينيين، بمعنى أن لهم دولة وكرامة وحرية، وأن يتم الاعتراف بهم، بمعنى أن الشعب الفلسطيني مش شعب غير مرئي، ومش التطبيع معناته الاعتراف بإسرائيل وشطب دولة فلسطين، لا. بالتالي أي اجتماع يقوم فقط على الأمن هو فاشل تماما. نعم، نحن وصلنا إلى ختام الفقرة، كنت أتمنى يمكن أن نبحث أيضا الكثير من النقاط سيما بمستقبل المرحلة أو عنوان المرحلة المقبلة، ولكن انتهى الوقت. شكرا جزيلا لك دكتور محمد السعيد إدريس، كنت معنا مباشرة من الإسكندرية، وشكر موصول لك دكتور أحمد رفيق عوض، كنت معنا مباشرة من رام الله.
مجد الكروم قضاء عكا. تحوي سهل مجد الكروم يعد السهل الثالثة في الأراضي الفلسطينية من معيار الطول والعرض، تشتهر بزراعة العنب. اكتسبت فاكهة التين فيها شهرة خاصة، فيها عدة مغارات عثر فيها على العديد من الآثار تعود إلى 50,000 سنة. احتلها الصهاينة في العام 48 وشردوا بعض أهلها خلال عملية حيرام. أقاموا على أرضها مستعمرة يسعور. مجد الكروم قرية فلسطينية سنرجع إليها. مشاهدينا نلتقي بعد الفاصل وعلى طريق القدس. من جديد أهلا بكم، ونستأنف مع فقرتنا على طريق القدس. ملفنا في هذه الحلقة: الأسرى في معركة مفتوحة من الاستنفار العام والعصيان إلى الإضراب عن الطعام مع بداية شهر رمضان المبارك. ملفنا نناقشه مع السيدة رندا موسى زوجة الأسير خضر عدنان معنا من جنين، ونرحب أيضا بالأسير المحرر ماهر يونس معنا من وادي عارة. أهلا بكما. اسمح لي قبل أن أبدأ الحوار معكما أن نستمع إلى رسالة زينة ودانا، هاتان الفتاتان التي أتان توجهتا بهذه الرسالة إلى الأسرى وإلى كيفية مساندة الأسرى، وتم تداول هذه الرسالة بشكل كبير على مواقع التواصل، فلنتابع. السلام عليكم، أنا اسمي زينة. وأنا دانا جايين نذكركم إذا نسيتوا كلكم بتعيشوا بفضل الأسرة، حريتكم المجزوعة اللي بتعيشوها بفضل الأسرة والشهداء. في إلنا أهل وأحباب في سجون الاحتلال، أسرة وأسيرات وحتى أطفال مثلنا بعانوا هاي الأيام قوانين الاحتلال الجديدة اللي فرضوها عليهم، انحرموا من حريتهم مشان نعيش بحرية. دعواتنا بتطمنهم، بتطبطب على قلوبهم لما يخافوا، وبتدفيهم بالزنازين الباردة. اللهم فرج عن الأسرى والأسيرات، تولى يا ربي أمرهم، إنهم مغلوبون فانصرهم، واجبر كسيرهم، وخفف مصابهم، وردهم إلينا في أمن وعافية، إنك على كل شيء قدير. أبدأ الحوار معك أستاذ ماهر، بعد أن نبارك لك بعد مرور شهرين على معانقتك وانتزاعك للحرية. بداية تعليق منك على هذا الفيديو من هاتين الطفلتين زينة ودانا. يعني هنا أختي يعجز اللسان عن وصف أو التعبير عن ما قالته الفتيات يعني أو الصغار. يعني القلب بيكون مجروح ويتألم. صحيح. على فراق إن كان والدها أو أخوها أو قريب لإلها، وهذا ما يعيشه غالبية الشعب الفلسطيني اليوم أو من أطفال. أطفال ند ما ينعموا بسلام وحرية يتحدثون عن شهداء وعن قتل. يعني أطفالنا عايشين في أجواء اللي هي تختلف كثيرا عن الشعوب الأخرى، وهذا هو رسالة الاحتلال لأطفالنا، إنه العيش في قهر حتى للأطفال الصغار اللي لازم كانوا ينعموا بحياة كريمة، إن اليوم بتحدثوا بس عن شهداء وملاحقة وأسرى. صحيح. ومرضى. هذا الأمر يعني مؤلم جدا للأسف، إنه مع إنه قلت لك يعني القلب ينجرح هنا في سماع هذه الأصوات. غصة كبيرة يمكن القول عنها. ست أم عبد الرحمن، يعني نتحدث اليوم عن اليوم 40 لاستمرار الأسير خضر عدنان بإضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله التعسفي. أولا أريد منك أن تطمنينا على صحته، كيف هو وضعه، وسيما يعني بعزل كامل
وفي خوف على صحته، ما الذي يمكن أن تقولين لنا عن صحته؟ حياكم الله أختي الكريمة، وحيا بيتكم الكريم، الحمد لله على سلامتكم، نسأل الله أن يعمل على جميع أسرانا بالحرية والفرج العاجل بإذن الله. قبل أن أرد على سؤالك، أنا يعني هي فرحة كبيرة ما سمعته من الطفلتين، وليست غصة كما قلتم، لأنه عندما يتحدث أطفالنا بهذا يعني بهذا الوعي وهذا الفهم، أن نربي أبنائنا على محبة الأسرى والشهداء، أن نربي أبنائنا على معرفة سيرة الأسرى والشهداء، أن يحيا أطفالنا بكرامة وعزة رافضين لهذا الاحتلال يتمنون زواله، هذا ما نسعى إليه من تربية أبنائنا. وهذا ما قاله وتداوله ضابط المخابرات عندما أتى لاعتقال الشيخ، عندما رد عليه أحد أبنائي بمقولة قال هكذا تربوا أبناءكم، نعم نربي أبناءنا على كرهكم وبغضكم وزوالكم، لأننا أحرار وهذه بلادنا ومن حقنا أن نعيش أحرار عليها. الشيخ اليوم أختي الكريمة موجود في عزل رملة في ظروف اعتقال صعبة، البارحة في المساء كانت زيارة للمحامي، الوضع الصحي له صعب جدا، حضر إلى زيارة على كرسي متحرك، لا يستطيع الكلام بصعوبة الكلام، متعرض لكثير من اللسعات في الوجه والكفين واليدين من قبل من الحشرات الموجودة داخل الغرفة والزنزانة من البق والصراصير كما تحدث الشيخ للمحامي. هو موجود في غرفة ليس فيها يعني شباكها مفتوح، يتعرض للبرد الشديد، مضايقات شديدة من قبل إدارة مصلحة السجون من أجل الحيلولة دون استمرار إضرابه عن الطعام، بالإضافة إلى الضغط عليه من أجل إجراء الفحوصات الطبية التي يرفضها الشيخ بتاتا من اللحظة الأولى للاعتقال. يعني نتمنى كل السلامة للشيخ خضر عدنان الذي خاض مرارا وتكرارا هذه الحرب مع المحتل من خلال الإضراب عن الطعام. أعود إليك أستاذ ماهر، ويمكن لم نتسنى نحن في برنامج حتى القدس أن نستضيفك قبل، ولكن اليوم أود أن أسألك بعد مرور شهرين، كيف تتذوق طعم الحرية ولا سيما في ظل المعاناة الكبيرة التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال من تجربتك وما ذكرته السيدة أم عبد الرحمن؟ بشرفني أن أكون معها في برنامج مشترك، لأنه أخونا خضر عدنان يعني عاشرته في السجن وعشت أنا وياه وأكلنا مع سوا وعشنا معاناة السجن سويا، وهذا شيء شرفي كبير أول شيء بالنسبة لي. بالنسبه لي بدي اقول لك قبل التعليق او الرد على السؤال اللي هو الاعتقال الاداري، لما نتحدث عن اعتقال اداري انت بتتحدثي عن شيء غير قانوني عالميا، صحيح. يعني غير قانوني وبالشرائع الدوليه كلياته، يعني الكل ياخذ المأخذ على نهج الاحتلال اتجاه شبابنا وحتى نسائنا في الاعتقال الاداري، لانه يخضع للسجن او يقبع في السجن دون محاكمه، وهذا شيء غير معقول وغير حتى مقبول عالميا ويرفضه العالم كلياته. لانه الاعتقال الاداري بحد ذاته هو يعني من اقصى العقوبات اللي احنا اليوم بنواجهها في السجون، لانه يعني انت ما لك تاريخ، يعني حتى المحكوم عنده تاريخ بيقدر يتصرف انه في له تاريخ يوم معين بخرج فيه لاهله لوطنه. اليوم الاعتقال الإداري ما في مدد متلاحقة بين 3 أشهر ل6 أشهر اعتقالات، وتمدد هذه المدد في اليوم الأخير أو حتى بالساعات الأخيرة، نراهم يمددون هذا التمديد الاعتقالي دون أن يدرك هذا الشخص أنه هل بكرة أنه أجى ميعاد مثلا خلصوا 6 أشهر أو خلصوا 3 أشهر، أنه بكرة هو مثلا مغادر السجن وراجع لأهله، إلا أن بتتفاجئ أنه على بوابة السجن بلغوه في تمديد آخر. وهذه من أصعب اللحظات اللي كنا نعانيها مع الأسرى المدنيين. حول سؤالك يعني طبعا بجوز تعليق بسيط، مش محرر بقدر حر. اليوم أنا حر مش محرر، لأنه أنهيت محكوميتي داخل الأسر، ما للأسف أنه ما خدنا تجربة أنه أكون محرر، وكان الأمل انه اسرانا ما تقعد 30 سنه وال 20 سنه ولا ال 40 سنه في السجون. كان الامل في كل فصائلنا وحركاتنا وسياستنا انها تكون هناك افق وسياسي اللي تمنح الاسير من عدم مكوته هاي المدد، ولكن هذا ما حصل والحمد لله.
لأنه كل مرة كان المحتل بكل صفقة تبادل أسرى يتم شطب اسمك أستاذ ماهر ويرفض العدو أو المحتل إخراجك. جميع الصفقات تبادل الأسرى كانت حتى من لبنان أو من حزب الله أو من السلطة أو صفقات السياسية كانت تحذف أسامينا أنا وأخي كريم من هذه الصفقة صحيح. اعتبارها أنه هذا شأن داخلي لعدم التدخل فيه، يعني هم إسرائيل تطرحه والاحتلال يطرح هذا الشيء أنه هذا شأن داخلي، هذول الأسرى محسوبين عنا على الداخل الفلسطيني، ومن هون كان يكون شطب الأسماء من جميع هذه الصفقات. ولكن قلت لك احنا مش بساعة لوم ومش بساعة محاسبة، ولكن الغصة موجودة انه كان الامل انك تكون اسير محرر كباقي الاسرى اللي خاضوا عملية التحرر، ولكن هذا الشيء احنا بنقول دائما في مبدأنا الحمد لله دخلنا السجون ارادوا لنا الموت، احنا بنقول لانه اول حكم صدر بحق طعم الحرية. حلو استاذ ماهر، الحرية احنا أسرى حرية، يعني احنا مناضلين حرية، يعني حرية لشعبنا مش حرية لنفسنا، مش في النطاق الضيق. احنا ما بنتحدث عن ماهر او قضية فردية او كريم صحيح. يونس او الأسماء، لا احنا بننظر لتحرير الوطن، يعني الانسان بيقدم لتحرير وطنه مش لتحرير نفسه. ممكن كنت اعيش حياة الرغد والرفاه وما ادخل المعركة هذه، لكن في هناك حق، يعني انا بجوز اختلف شوي مع اختنا على اساس في هنا احنا اصحاب حق ونضالنا نضال حق، احنا مش بندور على الشهاده وعلى الصراع والاكتتال او لا، احنا اصحاب حق واصحاب الحق يخوضون المعركه بكل شراسه، ودخلنا المعركه الحمد لله و طلعنا كمان من حتى رغم أنف الاحتلال بشموخ، والأهم أنه معركة واحدة أستاذ ماهر أي أسير بمختلف الخلفيات تجمع كل الأسرى وكل الفلسطينيين لتحرير الأرض وتحرير فلسطين. سأعود إليك ولكن سأنتقل من جديد إلى أم عبد الرحمن. أنتم دعوتم كعائلة ستراندا إلى مشاركة بالتضامن بوقفات جماهيرية وأهمية يعني المساندة الشعبية، ما انعكاس ذلك؟ وأنا أتحدث يمكن اليوم بالتاريخ بالنسبة لكم، ومرات سابقة جربتم الأمر مع الأسير خضر عدنان، كيف تؤثر على الأسير على معنوياته وبالضغط كذلك على سلطات المحتل؟ أختي الكريمة، أي تحرك دعم للأسرى أو بشكل عام أو للأسير المضرب عن الطعام هي بترفع من معنويات الأهل أكثر من الأسير. يمكن الأسير إذا بدي أتحدث عن زوجي ما بعرف عن أي شيء لأنه في معزل عن العالم الخارجي كله، لكن أي تحرك بيرفع من معنوياتنا، بحسسنا أنه في نوع من الرد الجميل للأسرى، أن الأسرى موجودين لحد الآن في بالنا وفي يعني في تفكيرنا. يعني لما بتوقف الناس وتتضامن معك بتحسي حالك انك على حق، بتحسي حالك انك صاحبه حق، بتشعري بالفخر والاعتزاز بالاسير المضرب عن الطعام. النقطه الاساسيه اختي الكريم في التضامن هي الاهل، ان الاهل اذا الاهل دعموا الاسير صدقوا باللي بيقوم فيه. يعني احنا مثلا كعائله الشيخ خضر اذا امنا بحقه في الحريه، امنا بحقه انه يفوت اضراب عن الطعام من اجل حريته. هو جرب هذا المفتاح اللي بيطلع فيه من السجن خمس مرات الحمد لله رب العالمين اضرب فيها عن الطعام وخرج وتنسم الحريه. بالاضافه الى انه اختي الكريمه غير انه بتنسم الحريه وبضل برا فتره طويله، يعني كان سنوات سابقه لما تحدث من العام 1999 كان الشيخ ما يقعد برا في الخارج شهرين او ثلاثه ويتم اعاده اعتقاله تحت ما يسمى الاعتقال الاداري. اليوم بعد ان من الله عليه بنعمه الاضراب وهذا المفتاح الذي يستطيع به ان يخرج من السجن، نتحدث عن اعتقال كان عام 2018 واليوم عام 2023، يعني اربع سنوات تخللها اعتقال واحد لمده 25 يوم اضرب فيهن برضه عن الطعام وخرج للحريه بعد 25 يوم من الاضراب عن الطعام. فالاضراب هو نعمه من الله عز وجل نحقق فيها النصر باذن الله عز وجل، نحقق فيها الحريه،
تضامن الناس ووقفتهم. يعني انا لو بدي اتحدث لك عن الان وتضامن الناس ووقفتهم مع الاسرى بشكل عام، خصوصا انهم الاخوه اخواننا الاسرى يعني بصدد يعني الاضراب عن الطعام في اول يعني ايام شهر رمضان، ونسال الله عز وجل ان يجنبهم هذه التجربه وان يحقق مطالبهم. التحرك ضعيف، ليه؟ لان احنا كاهالي اسرى وزوجات أسرى وأبناء أسرى يعني أسلمنا أمورنا وأبناءنا لغيرنا يتحدث عنا، والأصل أن يتحدث عن هم الأسير أهله أبناءه زوجته، لأنه ما حدا راح يحس بالحرقة وألم الفراق وألم البعد إلا أهل الأسير اللي بجربوا هذا الألم. أنا فدعوتي أنا لكل أحرار العالم، لكل نساء وزوجات الأسرى، لكل أمهات الأسرى، لكل أبناء الأسرى، تواجدوا في كل مكان، ارفعوا صور أبنائكم، خلوا لكم صوتكم، رسالتكم توصل أصدق، والمعاناة اللي أنتم بتحسوا فيها والكلام اللي بخرج من القلب يوصل لقلوب الناس جميعا. صحيح، وهذه رسالة مهمة جدا منك أم عبد الرحمن عبر برنامج حتى القدس وعبر شاشة الميادين، سيما أيضا يعني لطالما نحن نحمل قضية كل الأسرى، ولكن خصنا الأسير والشيخ خضر عدنان كذلك برسالة لنحمل هذه القضية ونحمل قضيته وإيصالها تحديدا إلى كل الأحرار للتضامن معه، على أمل بالفعل أن نصل إلى اليوم الذي يستنشق فيها الحرية من جديد للمرة السادسة. وبطبيعة الحال هنا أهمية التضامن وتسليط الضوء على كافة المستويات لهذه القضية. أعود إليك أستاذ ماهر يونس، أي نموذج اليوم من الصمود تقدمه الحركة الأسيرة؟ واليوم نحن نتحدث بعد خروجك أستاذ ماهر في تضييقات تتمس يعني حقوق الإنسان الأساسية وحقوق الأسير من قبل إجراءات يتخذها وزير الأمن وإيتمار بن جافير، ويعني في موافقة كنيسة بقرارات لتمس الأسرى بشكل مباشر. كيف يمكن اليوم دعم الأسرى وأي نموذج من الصمود يقدمه هؤلاء الأسرى انطلاقا من هذه التجربة التي طالت لأربعة عقود أستاذ ماهر؟ أختي الكريمة، يعني لا يمكن إيجاز فترة 40 سنة في لقاء بجوز أو لقاءين، يعني صح. هذا يعني بده حديث مطول عن الحركة الأسيرة، لأنه مرينا في عدة مراحل يعني في الحركة الأسيرة. بالنسبة لمعاناة الأسرى، أنا أول شيء قبل ما أنا أتهم أي طرف في القصور، خلينا نسميه إن كان مؤسسات أو مؤسسات دولية أو محلية أو قيادات أو كل هذا، كله يقع عاتق عليه ومسؤولية كاملة اتجاه الأسرى، إنه يناصروا الأسرى بشكل أفضل من القائم. لأنه بس قبل ما أبلش في هذه أو أحكي في النقطة هذه، على الأسرى أنفسهم أن يتحدوا أكثر وأكثر حتى ننجز أكثر إنجازات، والحفاظ كمان في نفس الوقت على الإنجازات القائمة. لا يجوز لنا الخلاف أو المفاهيم الضيقة أو الحركية أو الحزبية ننظر لأنفسنا، يجب على كافة الأسرى أن نتحد داخل السجون تحت رأي واحد وكلمة واحدة داخل الأسر قبل أن نبعث. طبعا هناك مؤسسات دولية، هناك محافل دولية، في عندك اتفاقية جنيف الرابعة على أساس مطالبة المجتمع الدولي على أساس أنه إسرائيل تحتكم لهذه الاتفاقية، ولكن طبعا كما نعلم وتعلمون أن إسرائيل فوق أي اتفاقية ولا ترغب أو لا تعتني اهتمام أو لا تطرح في حقوق الإنسان. يعني لحد اليوم في القانون الإسرائيلي حتى حقوق الإنسان مش موجودة، انتهاكات فاضحة عنصرية قاهرة. وطبعا إذا تحدثنا اليوم في هذه الأيام عن سياسة هجمة عنصرية اتجاه الأسرى حتى في رغيف الخبز، أو حتى كما سمعتم على الماء الساخن للحمام، اليوم استهداف الأسرى في السجون الإسرائيلية في السجون داخل السجون. هذا الشيء الوقفي تكون أول شيء من داخل السجون في وحدة الصف للحركة الأسيرة. طبعا من خارج السجون عندنا مؤسسات كثيرة اللي بتقدر تدعم حركة الأسرى ونضال الأسرى. واليوم احنا بنقول وبقولها بكل صراحة، في قصور كبير موجود، القصور إن كان اتجاه أي أسير. يعني عندنا خليل على سبيل المثال، وما بدي أجمع، عندك الأخ خليل عواودي
يعني لما بيضرب 184 يوم اضراب في اعتقال اداري وبتكون محاكمه شرعيه انه باتجاه بوجهه نظر الاحتلال، وبتفقوا عليه مع اتفاق انه بعد فتره انت سيطلق سراحك، واليوم بيخلوا بالاتفاق. هل من سائل؟ هون القصد، هل من يحاسب؟ إن كان محليا او عالميا، هل من يحاسب؟ طيب في هنا يعني انسان بديش اقول عنه اي شيء الا بصفه الانسان، او اخونا خضر عدنان لماذا يعتقل للمره السادسه؟ من هذا الباب احنا امام سياسي عنجهيه عنصريه لا تعتني بحق الانسان كانسان او معرفه الانسان او قيمه للانسان، وما بالك انه هذا الانسان هو فلسطيني. من هذا الباب يعني احنا خلينا نكون مدركين احنا امام سياسي عنجهيه اليوم تتبع اساليب للقهر اتجاه الاسير الفلسطيني. بيتفنن الاسرائيلي بقهر الاسرى الفلسطينيين. يعني السبات، هذا احنا في مرحله سبات بعرفش سبات عربي اللي اسميه، مش بس محلي، سبات عربي انه على ايش يعني، شو وين مصالحكم، في شو هالمصلحه اللي بتربطكم، شو اللي بدفعكم في الحياه، هي المال، هي شو اذا القضيه الوطنيه هذه او البوابه الشرقيه لن ننظر اليها في المستوى الوطني. هذه قضية استراتيجية أستاذ ماهر، يعني على أمل بالفعل أن يصل هذا الصوت، وهذه مسؤوليتنا جميعا أن يتحمل كل فرد جزء من هذه المسؤولية لإيصال هذه الصوت بقضية محقة مثل قضية الأسرى، وقضية جامعة واستراتيجية. كما ذكرت 40 عام رقم قياسي، مجرد أن نذكر الرقم فما بالك يعني أنت عايشت بحاجة إلى مساحات وتوثيق، ويمكن حقك علينا مثل ما بيقولوا بأن يكون لديك مساحات كبيرة بالنسبة للإعلام والإضاءة عليها كنموذج لباقي الأسرى. شكرا جزيلا لك أستاذ ماهر يونس، وشكر موصول لك سيدة رندا أم عبد الرحمن زوجة الأسير خضر عدنان، وعلى أمل أيضا أن ينتزع حريته من جديد الأسير الشيخ خضر عدنان. شكرا جزيلا لكما. والآن إلى فلسطين هويتي. لم تسلم المراعي الفلسطينية من سطوة الاحتلال، فالتوسع الاستيطاني والقيود التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى تقليص مساحات الرعي أمام الرعاة الفلسطينيين، وكذلك تهديد الثروة الحيوانية. تقرير يلقي الضوء للزميلة نسرين سلمي. من السبعين احنا ساكنين في هذا المكان. العام 7-6 اجوا علينا جيش يعني يخيف، يمكن اكثر من 100 جندي وخمسه تريلات، وقاموا على اللي عندنا كله واخذوه. وين بشوف راعي غنم واحد من البدو او من القرى، اي مزارع فلسطيني على الغنم، يجي يجيب الغنم تبعه يرميها علي. وبس يجي هذا يقول له ارجع يأشر فديه، هو بيصور بتصل على الشرطة وهي بده يسرقني. كنت مصدقة الشرطة خلص تقول انت ما بيكذب، هذا انت اللي بتكذب. زيادة على ذلك ان الزروع المزروعات اللي نزرعها مشان اغنامنا او بدنا نستفيد منها، سواء الي او لاي مزارع فلسطيني في هذه المناطق، بجيب الابقار والاغنام ويقوم برعيها. انسرقوا تنكات المي، صهريج المي اللي مع التراكتور، ها سرقوا مولدات كهرباء، سرقوا البركسات القواس هذول بنعمل عليهم الشادر، سرقوا شوادر، سرقوا معالف للاغنام، سرقوا اشياء، اعتدوا عليه عده مرات على الاشجار على الزيتون، مزروعات الزيتون. يعني ضاقت اليوم المراعي علينا والوضع سيء جدا. في الليل وفي النهار بيجوا علينا، كل اخذوه ما مسادره. حتى الحرية قيصر انفعت. الأسير قيصر يعقوب انفعت من مواليد بلدة يعبد جنوب غربي جنين، يبلغ من العمر 22 عاما،
اعتقل قبل أكثر من عام بتهمة حمل وحيازة وصنع السلاح. أصدرت محكمة سالم العسكرية حكما في حقه بالسجن 22 شهرا وغرامة مالية، سبق أن أمضى عامين في سجون الاحتلال. نقله الاحتلال من عزل سجن أيالون إلى زنازين العزل الانفرادي في سجن الشارون. الحرية للأسير قيصر فيعات. رغم كل التهديدات والصعاب وكل من تخلى عنا، لن نتخلى عن شعبنا ووطننا وأبنائنا، وسنظل ندافع ونناضل من أجل الحرية والاستقلال. سنناضل من أجل حرية الأسرى في سجون الاحتلال. فؤاد الشوبكي، في أمان الله.